على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 12 من شهر ذي القعدة للعام 1436 من الهجرة، 27 من شهر أغسطس آب للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 166 من منتهى الطرب نلتقي. يا حضرات المستمعين، من كافة أفراد الشعب، من كافة أفراد الشعب، هنا صندوق عالبسطة أمين، هنا موجود بإذاعة الشعب، هنا موجود بإذاعة الشعب. بداية ترحيبي بكل الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب، من اسكندرية الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، من بغداد العروبة أستاذ توفيق العقابي، من سوريا أستاذ الدكتور مروان منصور، من باريس دكتور مهندس بشير، من السويس أستاذ مصطفى الحداد، أستاذ علاء قطب، أستاذ محمود وحيد، الأستاذ عبد الرافع، أستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ أبو يوسف، الأستاذ عبد الحي المسدي، وعليكم السلام أستاذ عبد الحي، أستاذ علي عبد اللطيف، أستاذ إيمان، ميدو حمادة، دكتور ياسر رزق، الأستاذ قتيبة مصطفى رفاعي، والهيثم غانم، مهندس خالد عروق. من المناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع، اخترت احتفاءنا بذكرى سعد زغلول، محمد فوزي، عبد العزيز محمود، وعلي السهاجي، ومحمد عبد المطلب. من خلال هذه المناسبات حيكون معنا إن شاء الله في هذه الحلقة القصيدة والمونولوج، الدويتو، وأغنية الحفلة، وأغنية الدراما، الأغنية العاطفية والوطنية. هنعرف أيضا قصة يسرى سعيد ثابت اللي اتعمل لها أنشودة وطنية باسمها. سلام 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 كبير لشعبنا. في 23 أغسطس عام 1927 كان رحيل الزعيم سعد زغلول. في بداية هذه الحلقة مع سيدة الغناء العربي، وإن يغب عن مصر سعد فهو بالذكرى مقيم، ينضب الماء ويبقى بعده النبت الكريم. قصيدة ذكرى سعد، شعر أحمد رامي وألحان محمد الأصبجي. القصيدة من تسجيلات عام 1927. خلدوه في الأمان
ولتعش ذكرى الزعيم أم كلثوم وقصيدة ذكرى سعد من شعر أحمد رامي وألحان محمد الأصبجي. استمعنا إلى هذه القصيدة بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم سعد زغلول اللي مرت علينا هذا الأسبوع. كنت أذعتها قبل كده في الحلقة 118 من منتهى الطرب يوم 28/8/2014. دي نسخة تانية، ممكن حضراتكم عملية مقارنة بين الاثنين والأفضل هي اللي تعتمد. على صفحة منتهى الطرب شرفنا الكاتب الصحفي الأستاذ مدحت عبد الدايم، أستاذة أريجي الورد، أستاذة ندى مصطفى، والأستاذ حسين شحاتة. مر علينا هذا الأسبوع أيضا ذكرى رحيل الفنان المطرب والملحن عبد العزيز محمود. رحيله كان يوم 25 أغسطس عام 1991. مسألة تتعلق بميلاده، البعض بيذكر أنه في سوهاج، البعض الآخر بيذكر أنه في السويس. نسمعه هو. بالمناسبة أستاذ عبد العزيز، على ما أعتقد أنت صعيدي أصلاً يعني. أنا من الحرزات الغربية مدرية سوهاج. لكن عشت في بورسعيد فترة. مولود في بورسعيد. يمكن عشان كده أنت بقى بتحب الصعيد. أنا بموت فيه. طيب نسمع الأغنية مع بعض. ويسعدني لو شاركوني الحبايب كده و. إخواننا من القوات البرية عندكم، أنا تغنوا مع الأستاذ عبد العزيز. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ كل سرور حلو. تفضل. يا بور الساعة 12 يا بويا مجبل عالصعيد، واجف من الساعة 11 يا بوي بحسب لك في المواعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي مجبل عالصعيد، واجف من الساعة 11 يا بوي بحسب لك في المواعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي مجبل عالصعيد، يا مجبل عالصعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي يا مجبل عالصعيد، واقف من الساعة 11 يا بوي بحسب لك في المواعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي يا مجبل عالصعيد، يا مجبل عالصعيد. يا وابور جد ما بتجرب بتغرب ناس وتغرب، يا وابور جد ما بتجرب بتغرب ناس وتجرب، ودي أول مرة أجرب في العشق وحب جديد، يا وابور الساعة 12 يا بوي يا مجبل عالصعيد، يا مجبل عالصعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي يا مجبل عالصعيد، واجبني الساعة 11 يا بوي بحسب لك في المواعيد، يا وابور الساعة 12 يا بوي يا مجبل عالصعيد، يا مجبل عالصعيد. إن جبت حبيبي لعندي راح أقول للأرض انشدي، إن جيت بحبيبي لعندي راح أقول للأرض انشدي، وعليك محدش جدي، يا وابور يا أبو سكة حديدي، يا وابور الساعة 12 يا أبويا مجبل عالصعيد، يا
ربنا الصعيد يا وبور الساعة 12 يا بوي يا مجبل الصعيد جبني الساعة 11 يا بوي بحسب لك في المواعيد يا وبور الساعة 12 يا بوي يا مجبل الصعيد يا مجبل الصعيد الدنيا عم بتدور وانا عيني عالصنافور الدنيا عم بتدور وانا عيني عالصنافور وهو مفتوح لك يا وابور يا مجرب كل بعيد يا وابور الساعة 12 يا ابوي يا مجبل عالصعيد يا مجبل عالصعيد يا وابور الساعة 12 يا ابوي يا مجبل عالصعيد وجفني الساعة 11 يا ابوي بحسب لك في المواعيد يا وابور الساعة 12 يا ابوي يا مجبل عالصعيد يا مجبل عالصعيد يا وابور الساعة 12 يا مجبل عالصعيد أغنية لعبد العزيز محمود كانت من مادة لقاء جمع بين عبد العزيز محمود وبعض من جنود القوات البرية عقب عودته من لندن وباريس وأهدى للإذاعة وقتها عدة أغنيات هتكون معنا في هذه الحلقة إن شاء الله إحداها. الأستاذ عبد العزيز القصاص كان لي طلب يمكن عدى علي أكثر من سنتين وأنا لم أستطع أني ألبه له. هنسمع مقدمة برنامج صندوق البوسطة. نسمع تتر البرنامج. يا حضرات المستمعين من كفة أفراد الشعب من كفة أفراد الشعب هنا صندوق عالبسطة أمين هنا موجود بإذاعة الشعب هنا موجود بإذاعة الشعب أي خواطر أي مشاكل أو تعليق ولا استشارات أنا أرجوكم تبعتوها مع عنوانكم في جوابات دغري عليها بسرعة ويطمنكم يا حضرات دغري عليها بسرعة ويطمنكم يا حضرات بسطة بسطة هنا سنجد مقدمة برنامج صندوق البوسطة كما طلب أخي العزيز الأستاذ عبد العزيز القصاص ومعذرة للتأخير. المجموعة وأغنية يسمر يسمر من ألحان عبد العزيز محمود. الأغنية أنا كنت أزعتها في الحلقة 118 من منتهى الطرب 28/8/2014 لكن أحد مستمعينا الكرام من خلال اتصال تليفوني ألح أنه يسمعها. الحقيقة يمكن مستمعينا أنهم بيفتقدوا وسيلة التواصل معنا أو تحديدا من خلال الفيسبوك وأنا مقصر من ناحيتهم في هذه الجزئية فمعلش يعني إخواننا اللي بينتظروا النوادر نعتبرها أيضا أغنية نادرة الإذاعة ما بتزعش كتير. المجموعة ويا أسمر يا أسمر من شريط خاص اتنقلت لإذاعة صوت العرب يوم 6/8 عام 1961
اخضر ما بين خضرة وبين شط ومن الجاي بيتمطر يا معنى عالمحار فالدين ويوم عن يوم هواك يكبر المجموعة من ألحان عبد العزيز محمود أغنية يسمر يسمر واحدة من عدة أغنيات اتنقلت من شريط خاص لإذاعة صوت العرب يوم 6 أغسطس عام 1961 عبد العزيز محمود من تلحينه وأغنية حليمة واحدة من الأغنيات اللي سجلها في باريس وأهداها للإذاعة عقب عودته موسيقى
حليمة يا حليمة يا حليمة حليمة I saw you in the cinema يا حليمة حليمة Your dress is chic يا عيون علي أموري ميو أموت أنا فيك بس حركاتك قديمة يا حليمة The first time I saw you Directly I love, love you يا عين علي وعلي جابو شوكولاتك بومبوم كلو 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 بس من الحركات ياهو لا 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 آه حليمة حليمة يا حليمة يا حليمة حليمة I saw you in the cinema يا حليمة حليمة Your dress is chic يا عيون علي أموري ميو أموت أنا فيك بس حركاتك قديمة يا حليمة Then I saw her in the window Say a dalal mi no comprendo شبك حبيبي يا خشب الورد ويا للورد يوم ما يلاغيك يضحك سنك لك ظرفتين حيضمهم القد وورد الخد والورد بكرة يغير منك شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي 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 قالت لي بيبي Thank you قالت لي بيبي Thank you شان قالت لي بيبي Merci beaucoup قالت لي بيبي كاريستو بولا آه حليمة حليمة يا حليمة يا حليمة حليمة I saw you in the cinema يا حليمة حليمة Your dress is chic يا عيون علي أموري ميو أموت أنا فيك بس حركاتك قديمة يا حليمة حليمة عبد العزيز محمود لحنا وغناء وحليمة سجلها في استديوهات باريس وأهداها للإذاعة عقب عودته مختلفة عن اللي بنسمعها وليها قصة بصوت عبد العزيز محمود ضيق الوقت مش هيسمح النهاردة بإذن الله تكون في لقاء قادم بإذن الله نسمع قصة هذه الأغنية بصوت عبد العزيز محمود ونكتفي بهذه الفقرة من إحيائنا لذكرى رحيل الفنان الكبير عبد العزيز محمود على صفحة منتهى الطرب أرحب الأستاذ عيسى متري العزيز صديقي دكتور عبد المنعم من ليبيا من غزة الشاعر الأستاذ حماد مزيد الأستاذ عبد العزيز القصاص المستشار حسين شحاتة أهلا بحضرتك وشرفتنا الفنان العبقري محمد فوزي ميلاده يوافق يوم 28/8 تولد عام 1918 الحقيقة كنت محضر له مونولوج لكن وقتنا حيضيق عن احنا ناخده وحاعتذر مرة أخرى لأصدقائي يعني البعض بينتظر نوادر على طول فمعذرة يعني هي أغنية وما اعتقدش انها اتزعت قبل كده في أي إذاعة أنا كنت أزعتها في الحلقة 30 من منتهى الطرب يوم 1/11/2012 حد من مستمعينا الكرام اتصل وألح انه يسمعها من فترة بصراحة فنعتبرها ايضا نادرة الاذاعة محمد فوزي وفايزة احمد واغنية توبة والفين توبة او يميت ندامة دي كانت واحدة من ضمن اغنيات فيلم ليلى بنت الشاطئ الفيلم كلمات الاغاني لمرسي جميل عزيز
الألحان لمحمد فوزي على طبعا أغنيتي يلا سمراني وليه يا قلبي، دول من ألحان محمد الموجي. أول عرض للفيلم كان يوم 12 يناير عام 1959. الأغاني اتنقلت على شريط إذاعي يوم 17 أبريل عام 1959. هنسمع النسخة الاستوديو مش نسخة الفيلم، محمد فوزي وفايزة أحمد، توبة وألفين توبة أو يميت ندامة، من كلمات مرسي جميل عزيز. مطمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا، الله يجازي الزمان، الله يجازي الزمان، الله يجازي الزمان وبلاش يجازي. يا ساهر الليل ودمعك فوق خدودك عم تستاهل اللوم وتستاهل مرار اللوم، طول ما انت عشمان قليل الأصل يتمر لقلبك ارتاح، لقلبك ارتاح، لقلبك ارتاح، لقلبك ارتاح، ولا شافت عيونك نوم. توبة وألف توبة ما أقول بحب طول عمري، توبة وألف توبة ما سلم للهوى أمري، توبة وألف توبة ما بيني وبين بنات حوال أحب الشقرة ولا سمرة ولا خمري. توبة 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 توبة. مين قالك مين قالك مين، مين قالك حب يا مسكين، مين قالك مين قالك مين، مين قالك حب يا مسكين، لما انت مش قد الشوق ولا قد غرام العاشقين. مين قالك مين قالك مين قالك مين قالك مين، توبة وألف توبة مين قالك حب يا مسكين، توبة وألف توبة مين قالك حب يا مسكين، توبة وألف توبة مين قالك حب يا مسكين. محمد فوزي وفايزة أحمد و
توبة وألف توبة أو يميت ندامة، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد فوزي، واحدة من ضمن أغنيات فيلم ليلى بنت الشاطئ، اتنقلت على شريط إذاعي يوم 17 أبريل عام 1959. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقنا الدكتور مهندس ماهر العابد من سوريا، الدكتور أحمد حسن والأستاذ جمال سعيد. ما تبقى من حلقة الليلة مع محمد عبد المطلب في 21 أغسطس عام 1980، ذات شهر المولد، يعني هو اتولد في 13 أغسطس والرحيل كان في 21 أغسطس عام 1980. في شهر يونيو من العام 1964 شاركت بعثة من الفنانين المصريين في العيد الوطني للكويت، ومن خلال برنامج سين جيم نستمع إلى هذا المسمع ونشارك بهذه المعلومة. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سين جيم. سين جيم اليوم في شوية تغييرات. أول تغيير، أنتم شايفيني قاعد لأول مرة بنقعد لأنه في عنا شوية ضيوف. الضيوف عزيزين جدا لكنهم مش غرباء، كلنا بنعرفهم. راح أقدمهم طريقة تانية، مش راح أقولكم من هم. الضيف الأول من أشيك من لبس الطربوش، له لون خاص من الطرب لم يتغير من أكثر من 20 سنة، من عائلة الأحمر وقلبه أبيض، حج جديد جدا السنة، اتزوج مرتين وإله ولدين وبنتين، هو مين؟ الأستاذ محمد عبد المطلب. أهلا بي. طيب نيجي للسيد الطرب الأستاذ عبد المطلب. أهلا وسهلا. زي الحال؟ الحمد لله. أهلا وسهلا أستاذ الطرب. أنا كل ما أشوفك بشوفك كل سنتين ثلاثة، بشوفك ترجع لورا في السن 10 سنوات. كده؟ إيه السر؟ إيدك على الخشب يا أستاذ. الخشب يبص وراك. ورا إيه؟ خلاص. طيب أستاذ طلب، أنا بعرف أنه أنت عندك أولاد. الحمد لله. كم ولد عندك؟ عندي 4 أولاد. 4 أولاد ولا بنات؟ عندي بنتين وولدين. والأولاد كبار يعني؟ عندي أولاد في الجامعة. في الجامعة؟ الحمد لله. أي كلية؟ في المهندس خانة وفي كلية التجارة. يعني واحد كلية الهندسة وواحد كلية التجارة. نعم. طيب إن شاء الله الله يخليلك إياهم يا رب. أنت لما زرت الرسول الكريم السنة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ما يعني ما أوحت الكاش الزيارة بأي شيء، موال أو أغنية أو؟ لا، أوحت لي بحاجات كتير بس أنا لسه ما نفستش يعني الوعد. بس ناوي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ طلب، اسمك الكامل إيش؟ أنا اسمي محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر. محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر. نعم. انت الاحمر وقلبك ابيض. الله يخليك. مسمع من برنامج سين جيم، سجل مع محمد عبد المطلب في الكويت في شهر يونيو من العام 1964. لقاءنا التالي مع أغنية الحفلة. محمد عبد المطلب وسلام كبير لشعبنا، اللي هو من كلمات محمود سليمان الملحن. يمكن انا تعمدت في نهاية التسجيل اني أترك صوت المذيع وهو بيذكره. الحقيقة دورت على اسم إبراهيم رضا أو إبراهيم رخا، لم أجد له أي تسجيلات، في حين أن محمود سليمان لقيت مثلا أغنية فجر الجمال لشافي أحمد. على أي حال، موضوع مطروح للمناقشة معنا. محمد عبد المطلب وسلام كبير لشعبنا، من حفل ساهر أقيم بنادي ضباط الصف بالحلمية يوم 24 يوليو عام 1962 احتفالا بالعيد العاشر للثورة. معانا الليلة بيشاركنا في الفرحة بالعيد العاشر للثورة المطرب الشعبي المحبوب محمد عبد المطلب. Thank you.
سلام كبير وسلام كبير سلام كبير وسلام كبير سلام كبير لشعبنا لشعبنا شعب الكبير سلام كبير لشعبنا لشعبنا شعب الكبير سلام 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 كبير لشعبنا سلام 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 كبير لشعبنا الأرض نار وتربها بيه طلع شرار والثورة ما فيهاش انتظار الأرض نار وتربها بيه طلع شرار والثورة ما فيهاش انتظار وكل لحظة انتصار وكل لحظة انتصار مش قلت لك طلع النهار ومنا بلدنا هنا وخير ده العزم يعمل شيء كتير مش قلت لك طلع النهار وملا بلدنا هنا وخير ده العزم يعمل كل شيء سلام 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 كبير لشعبنا سلام 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 كبير لشعبنا العز باب من المصانع والدخان من الزنابل والكيزان العز باب من المصانع والدخان من السنابل والكيزان ذهب بلدنا الغالبان ذهب بلدنا الغالبان واتفتحت كل البيبان والنور منور في الطريق وإيدينا تصنع كل شيء واتفتحت كل البيبان والنور منور في الطريق وإيدينا تصنع كل شيء سلام 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 كبير لشعبنا سلام 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 كبير لشعبنا Thank you.
حاضر. قدم لنا هذا الفاصل من الغناء الشعبي المطرب الشعبي محمد عبد المطلب. استمعنا أولا إلى موال سلام كبير من كلمات محمود سليمان تلحين إبراهيم رضا. محمد عبد المطلب وسلام كبير لشعبنا من كلمات محمود سليمان وألحان إبراهيم رضا بحسب قول مذيع الحفل. الحقيقة أنا دورت على أعمال باسم الملحن إبراهيم رضا مع الأسف لم أجد، يمكن زي ما قلت لحضراتكم أنه محمود سليمان ليه فجر الجمال لشافي أحمد، لكن إبراهيم رضا ما لم أعثر عليه، فياريت حضراتكم اللي يعرفوا يعني يوفينا بالاسم الصحيح للملحن ونكن له من الشاكرين. الأغنية كانت من حفل ساهر أقيم بنادي ضباط الصف بالحلمية يوم 24 يوليو عام 1962، المناسبة كانت الاحتفال بالعيد العاشر للثورة. النشيد التالي لمحمد عبد المطلب نشيد يسرى. يسرى سعيد ثابت. يوم 4/7 أكتوبر عام 1959 جرت محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم. من وجهة نظر العراقية هي واحدة من اللي شاركوا في عملية الاغتيال، كان معها زوجها وأخوها اشترك في العملية، تم القبض عليها وعلى زوجها وأخيها ثم عفى عنهم عبد الكريم قاسم في مقولته الشهيرة عفى الله عما سلف. من وجهة النظر المصرية وقتها طبعا هي مناضلة، وبعد إلقاء القبض عليها أمر الزعيم جمال عبد الناصر بالوقوف معها من خلال الصحافة والتلفزيون. قد نتفق أو نختلف، لكنه في كل الأحوال تاريخ حدث، وهذه الأغنية وثقت لهذا التاريخ وهذه الحادثة. العالم يناديها يسرى يسرى
شعوبنا تحميها. يسرى 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 العالم يناديها. يسرى 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 وشعوبنا تحميها. يسرى 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 البكر حيطلع بكرة يا يسرى. النار 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 والحديد اضربوها. النار 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 والحديد عذبوها. النار 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 والحديد اضربوها. النار 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 والحديد عذبوها. اجلدوها اشنقوها. اجلدوها اشنقوها. يسرى 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 حرة وبلدة حرة. يسرى 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 حرة وبلدة حرة. مهما تعذبوها مهما تضربوها. مهما تعذبوها مهما تضربوها. البكر حيطلع بكرة يا يسرى. محمد عبد المطلب ونشيد يسرى من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان علي إسماعيل. سجلوا محمد عبد المطلب يوم 7 نوفمبر عام 1959. سجلوا مرتين. الإسماعيل ده التسجيل القصير باعتبار يعني عامل الوقت، فاخترت التسجيل القصير. إن شاء الله إن قدر لنا يكون التسجيل المطول معنا في حلقة قادمة. مشكورا الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، كتب لنا تفصيلا كاملا عن هذه الواقعة على صفحة منتهى الطرب، وتبقى هذه الأغنية توثق لهذا التاريخ وهذه الحادثة. ننتقل إلى دراما الإذاعة. محمد عبد المطلب ومقدمة حلقات الأسوار العالية من كلمات عباس الأسواني وألحان حلمي بكر. التسجيل كان يوم 1 ديسمبر عام 1974. صوت العرب من القاهرة يقدم يوسف شعبان مديحة حمدي بالاشتراك مع محمود المليجي زوزو ماضي في قصة عباس الأسواني الأسوار العالية. زمن زمن خوان يا زمان ما لهش أمان يا زمن محمد عبد المطلب. موسيقى وألحان حلمي بكر. خيانة وناس عطشانة وفيها وفاء وفيها وفاء وناس تعبانة وناس شبعانة وأصل الداء وأصل الداء. وكان يا مكان
الإعداد الإذاعي عبد العزيز جبر، الإخراج كمال سرحان. محمد عبد المطلب والمقدمة للحلقات الإذاعية الأسوار العالية، عن قصة كتبها عباس الأسواني، ألحان حلمي باكر، تسجيل كان يوم 1 ديسمبر عام 1974. آخر فقرة معانا، الأغنية بتجمع بين مناسبتين، ذكرى محمد عبد المطلب وأيضا رحيل الشاعر علي السوهاجي اللي رحل يوم 25/8 عام 1991 إلى حفل الجزائر الأول، والذي أقيم ضمن سلسلة الحفلات التي أقامتها إذاعة صوت العرب في الدول العربية. حنستمع من حفل الجزائر الأول اللي أقيم بساحة الملعب البلدي بمدينة تلمسان يوم 16 يونيو عام 1964. نسمع محمد عبد المطلب واسأل مرة عليا، علي السوهاجي الكلمات، اللحن سيد مكاوي. اسأل مرة عليا قل يا صوتك ليه، أنا أبدي بعنيا وأكتر منهم إيه. اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة، اسأل مرة عليا قل يا صوتك ليه، اسأل مرة عليا قل يا صوتك ليه. القلب اللي وهبته إليك، شافك مرة وحب ويانا سألني عليك. إيه أغلى من القلب اللي وهبته إليك، شافك مرة وحب ويانا سألني عليك. وانت ما تسأل فيا قولي أسمتك ليه، وانت ما تسأل فيا قولي أسمتك ليه. أنا أبديك بعنيا واكتر منهم ايه، اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة، قبل ما تهجر واتبع قلبي شارك. تحكم فيا وتؤمر وانا عارف اراضي، فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شارك. يمكن ترجع ليا قولي اسمتك ليه،
هاتلي انا ابديك بعنيا واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة وهكذا أيها الإخوة في العروبة اختتم الفنان محمد عبد المطلب حفل ليلة الساهر الذي تردده ملايين العرب يختتم هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقامه صوت العرب في مدينة تلمسان بالجزائر أيها الإخوة إلى اللقاء في حفلة أخرى في مدن أخرى في الجزائر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد المطلب واسأل مرة علي من كلمات علي السوهاجي ألحان سيد مكاوي
من حفل الجزائر الأول اللي أقيم بساحة الملعب البلدي بمدينة تلمسان بالجزائر يوم 16 يونيو عام 1964. كانت آخر فقرة في حلقة الليلة وكانت لمسة وفاء في ذكرى رحيل المطرب محمد عبد المطلب. أتمنى مستمعينا أن تكون فقرات هذه الحلقة قد نالت رضاكم. قبل الختام تحياتي أستاذ سمير صبري، مهندس خالد عروق، سين جيم، أظن تقديم شريف العالمي. أشكرك للمعلومة. الموال معنا بس هو عامل الوقت، إن شاء الله يكون معنا في حلقة قادمة. كل مرة لما وعدك هي حقيقة نادرة الإذاعة بصوت محمد عبد المطلب، وأنا أزعتها في الحلقة الثانية من منتهى الطرب 19 أبريل 2012 حفل نادي الزمالك 27 مايو 65. شكرا أستاذ توفيق العقابي لتوثيق مناسبة أنشودة يسرى. دكتور حسن عبد الحافظ، تعليق كان لازم أقوله، كل التحية لمن أعادت إلى أسماعنا أحلى جملة في إذاعتنا ألا وهي إذاعة الأغاني، وأزالت عن أسماعنا تلك الجملة التي كانت تؤلم آذاننا ألا وهي FM. كل الشكر والتقدير لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.